لقى خطاب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، والذي تضمن رؤية للمرحلة المقبلة، ترحيبا في الشارع المسيحي الذي بدا متحمسا لها. كاميرا المستقبل جالت على عدد من المناطق وعادت بهذه الآراء. الله يقوي والله للوطن وللبنان، كل شيء بيصير نحن بنحبه. دكتور جعجع كلامه بجنن، يا ريت بيجي واحد تاني مثله، بركي بنخلص من كل هالاشياء اللي بالبلد اللي منا منيحه. يعني بهني للدكتور سمير جعجع، اعتذر عن الشباب اللي كانوا عنده عملوا اخطاء. يعني بهني اذا بيعتذر عن الميليشيا اللي كانت عنده، غيره ما بيعملها. بكل تاكيد انه كلامه بيخدم المصلحه والوحده المسيحيه، بكل تاكيد بيخدمها. لا بجنن، واقعي مظبوط. والله يا خيي كلامه كثير حلو، كثير حلو كلامه، بس في ناس ما عجبها كلامه. كلام بجنن، حكى عن اعتذر شو اللي عمله، وعمل غلط واعتذر. على ليه الرجال بيعتذر؟ انحبس من شاننا، في عالم سافرت وانبسطوا، في عالم انحبسوا واحترق دينهم وطلعوا وكانوا رجال. يعني انا بحبزه، بحبز اللي حكيه. أكيد بيخدم المسيحية. لا بيخدم المصلحة المسيحية.